دلوقتي نروح مع حضراتكم لخبر بالنسبه لي الحقيقه مبهج جدا. لاول مره بيتم افتتاح شاطئ رسمي مخصص لذوي القدرات الخاصه من المكفوفين على مستوى الجمهوريه، ده طبعا في محافظه الاسكندريه. الشاطئ فيه كافه التسهيلات والخدمات اللازمه ليهم عشان نزول المياه والاستمتاع بالبحر. خلينا نتابع هذا التقرير وشوفوا الفرحه اللي في وشوشه. العديد من الأسر كان معاهم أبنائهم ذوي الهمم ما بيقدروش يستمتعوا بالبحر زي أولادنا الأصحاء، وده خلانا نفكر فكرة إن إحنا إزاي ننشئ شاطئ لذوي الهمم. ودي الحقيقة كانت فكرة إدارة السياحة والمصايف العام الماضي، بدأنا تطبيقها بالفعل، وهي فكرة بسيطة جدا بتعتمد على صندوق حديدي كبير جدا بنحطه في المية وبنجهز له ممشى من الشاطئ لغاية البحر، بحيث ذوي الهمم بيمشوا عليه بالمقاعد بتاعتهم بيوصلوا لغاية الصندوق الحديدي اللي بيبقى نصه في المية ونصه بره، وبيقعدوا يستمتعوا في المية زي أبناء الأصحاء ويقعدوا أطول فترة ممكنة. شاطئ ذوي الهمم ده أمان بالكامل طبعا، الصندوق حديدي مثبت في أرضية البحر، مغطى بسقف، في كمية من الأجهزة اللي بتبص المية على أولادنا، في مدربين موجودين ومراقبين موجودين للصندوق ده، بحيث كل واحد من ذوي الهمم على المقعد بتاعه بيبقى فيه معاه مراقب موجود جنبه. أما شاطئ المكفوفين ده فهو فكرة بسيطة جدا الحقيقة، بتعتمد على ان احنا اخترنا مكان في البحر، مكان ارضيته مستويه الى حد ما، ومنسوب الميه فيه بيصل من نص متر لغايه متر ونص تقريبا، وده بيعتمد على مجموعه من الحبال العائمه اللي بيسير عليها ويهتدي بيها المكفوفين. اول لما الفكره وصلتني الصراحه كنت فرحان جدا، ليه؟ كان نفسي اشوف الفرحه في عيون الناس ذوي الهمم. انا مجرد ما الرئيس بتاعي في الشغل اتصل بيا وقال لي تعالى محمد في فكره جديده عايزين نعملها للناس فاقدي البصر وضعاف النظر، بدات افكر اقول يا ترى ايه هي. جينا عرفنا ان الفكره دي ان هم ازاي ينزل الميه بدون مساعده اي حد، وبدانا ننفذ الفكره. الواحد كان شعوره الواحد يعني نفسه يعمل اي حاجه تريح الناس دي وتسعده. في كمان مكان ملوك الكراسي، انا مسميه ملوك الكراسي، المكان المخصص للناس اللي بتستخدم كرسي بعجل. اي حد من اولادنا من ذوي الهمم او مكفوفين يشرفنا في البحر، يشرفنا في شاطئ المنظرة، يدخل مجانا ويقعد اليوم كله مجانا دون تكلفة لا عليه هو ولا على اسرته. عارفة يا جماعة، التقرير ده فكرني ب 2016، كان أول مرة أشوف إحدى المؤسسات القائمين على تسهيل احتياجات ومطالب ذوي الهمم تحديدا، كانت مؤسسة اسمها إحلم ومؤسسة تانية اسمها خطوة. كانت المؤسسات دي بتعمل على فكرة زيادة الوعي لدى المواطن باحتياجاتهم، ولابد اللي هم يكون عندهم وسائل نقل مخصصة ومجهزة لاحتياجاتهم. كان المشروع حلم، ناس بتتكلم ونفسها ان ده يحصل، كان في منتدى الشباب. النهارده الموضوع اتحول من حلم لحقيقه، والحقيقه تخطت فكره الحلم كمان، مش وسائل نقل مجهزه ويكون في رامب في الرصيف علشان يقدروا اللي هم يطلعوا بالكراسي المتحركه بتاعتهم، لا، الموضوع انت بقى في رفاهيه كمان. انا الخبر حقيقه لما شفته يعني من كام يوم انا اتبسطت جدا جدا، حسيت يعني من حقهم، من حقهم ان هم يتبسطوا، من حقهم ان هم يحسوا بفصل الصيف زي ما الناس كلها بتروح كل حته. بالعكس انا اتبسطت جدا، وشايفه ان احنا بجانب كل زي ما اتكلمت التسهيلات اللي حصلت يا عبد الصمد وكل تهيئه الظروف ليهم، احنا كمان لازم نكون بنساعد ولازم نبقى يعني متجاوبين.